السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت ربوة جميع أساتذة والأستاذات، مرحبا بكم في فيديو جديد حول مجموعة من الجداريات يمكن رسمها في مؤسسة أو في خارج المؤسسة، يعني لتزيين الجدران. إذا هناك من ذاق ظلمة الجهل أدرك أن العلم نور. ثم عندنا جدارية أخرى، وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثم جدارية أخرى، يمكن رسمها من جد وجد ومن زرع حصد. ثم هنا جدارية أخرى مفيدة لجميع المستويات، ويمكن تزيين بها جدران القسم والمدرسة. جدارية أخرى، التعاون أساس النجاح. التعاون أساس النجاح. ثم هنا جدارية أخرى يدا في يد نبني مغرب الغد. ثم يمكن اعتماد كذلك هذه الجدارية داخل القسم وخارج القسم، يعني في ساحة المدرسة يمكن رسم هذه الجدارية. ثم هنا ملأ بيت شعري، ملأ السنابل تنحني متواضعة والفارغات رؤوسهن شوامخ، أي الشخص المتواضع والشخص العالم الذي يمتلك حساب يكون متواضعا، لكن الشخص الجاهل الفارغ يبقى دائما رأسه في الأعلى. ثم هناك بيت شعري آخر، متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. ثم بيئة نظيفة حياة نزيهة. شعار من أجل البيئة، أجل المحافظة على البيئة ونظافة البيئة والتوعية بالنظافة. ثم هناك جدارية أخرى، حافظوا على نظافة مدرستكم بغرس الأشجار وغرس النباتات. يمكن المحافظة وتزيين المؤسسة والمحافظة على نظافة المدرسة. ثم هناك جدارية أخرى، وهي آية قرآنية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم سننتقل إلى جدارية أخرى، استعمال الألوان. هناك هنا خريطة المغرب، ثم وضع مجموعة من الورود أمام القسم، هي مفيدة جدا. ثم جدارية أخرى
ثم ننتقل إلى جئتم أهلا وحللتم سهلا. إذن فيديو مهم جدا، فيديونا في توظيف هذه الجداريات داخل المؤسسة. يمكن رسم مثل هذه الجداريات وأتمنى توفيق الجميع. شكرا.